الزمالك قبل فترة التوقف برضه كان يعني بغض النظر عن نتائجه في الدوري، لكن هو في البطولات الأخرى كان ماشي كان بشكل فايق جدا. يعني، ويمكن كان مستواه مع كارترون، كان كارترون طبعا ابتدى ان هو مع الوقت بيفهم اللعيبة أكتر وبيفهم الفريق أكتر وبيقدر ان هو يعالج الثغرات، ووصل لمرحلة ان هو يعني حتى لو مش موجود عنده اللعيب الأساسي يقدر ان هو بيدفع ببديل، والبديل بيكون بنفس الكفاءه وبنفس القدره على الاداء، وده يمكن اللي وصل الزمالك ان هو يحسم بطولتين قبل فتره التوقف. البطولتين طبعا من ماتشين، لكن هما في النهايه بطولتين، وبطولتين كبار، مش اي بطولتين، سواء بطوله السوبر الافريقي او بطوله السوبر المحلي، وكان المنافسين ليه فريقين ابطال كبار، الترجي والنادي الاهلي. البطوله اللي بتكون من ماتش واحد زي ما حضرتك بتقول بتبقى بطوله صعبه جدا، صعبه خلاص هي يعني لقطه وفوره يعني بالظبط، زي ما ما هو بيقولوا. يا تكسب يا تخسر، حاجه بالظبط من الاثنين. مفيش تعويض. هو قدر ان هو يوصل لمنصه التتويج في المباراتين، فده طبعا ده شيء يحسب له، وده رفع معنويات لعيبته. جت بعد كده فتره التوقف وازمه مباراه القمه والكلام ده كله، اكيد هيبقى ليها تأثير على الفريق زي بقية الفرق الأخرى. لكن اللي أنا شايفه إن كارترون مدرب ذكي، يعني بيقدر يتعامل مع القماشة اللي معاه. يعني حتى الآن من خلال المباريات السابقة اللي كانت قبل فترة التوقف، لا كارترون مدرب ذكي، بيقدر إن هو على قدر العناصر اللي معاه بيقدر يتعامل مع الماتشات، عشان كده مش هيلاقي صعوبة جدا ان هو يتعامل في الماتشات اللي جاية. طيب الصحوة اللي كانت في الزمالك زي ما حضرتك بتقول وحصد بطولتين ما قبل التوقف مع عودة الدوري، هنشوف الزمالك بنفس بريقه ما قبل التوقف ولا الأمور هتحتاج وقت؟ لا أكيد طبعا هتحتاج وقت، يعني برغم ان ولعب كذا مباراة ودية ان يعني الزمالك لعب اكتر من مباراة ودية وفاز فيها جميعا ما عدا مباراة واحدة كانت آخر مباراة اللي هي امام طلائع الجيش اللي انتهت 1-1. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الودي بيختلف عن الرسمي، اكيد الودي شيء والرسمي شيء تاني خالص، لكن الفرق مش هتوصل للمستوى اللي احنا كنا شفناه عليها سواء الزمالك او بقيه فرق الدوري قبل فتره التوقف الا بعد 4 5 مباريات على الاقل في الدوري بشكل رسمي، تبتدي اللعيبه تفوق وتبتدي تاخد كرشه النفس وترجع لها لياقه المباريات، وسواء الذهنيه او الفنيه او البدنيه او النفسيه، كل ده محتاج وقت 4 5 مباريات على الاقل. عشان كده بقول لحضرتك ان من حظ الزمالك والاهلي ان الدوري السنه دي ما اتلغاش، عشان يقدروا يستعدوا بشكل أفريقيا. كويس جدا دوري أبطال أفريقيا. للبطوله الاهم والاقوى والاكبر، دوري ابطال افريقيا. طيب فرص الزمالك يعني برضو اكيد الزمالك طمعان حاصل على الكونفدراليه، طمعان في لقب جديد دوري ابطال افريقيا حتى في ظل الصعوبات والظروف اللي بتمر بيها كل الانديه. نادي الزمالك كمان هنقول مش عايزين نقول بس بنسبه كبيره بيفقد لقب الدوري او بعيد في الحقيقه عن المنافسه، ممكن الامور تبقى افضل ولكن هو بعيد، يعني الاقرب ليه دوري ابطال افريقيا. تعتقد ان كارتيرون بيفكر بنفس التفكير او منصب تركيزه اكتر على دوري ابطال افريقيا، ولا هيبقى موزع تركيزه على الدوري وعلى افريقيا؟ بدون شك يعني حسابيا لو انا مكان كارتيرون، انا عندي بطوله بتتوقف على 3 مباريات، ماتشين قبل نهائي سيمي فاينل وماتش الفاينل، وبطولة تانية لسه فيها بالنسبة لي 18 مباراة لأن الزمالك ليه مباراة مؤجلة، لكن في فارق في النقاط ومشوارها طويل. أكيد أنا عايز هيبقى تركيزي الأساسي على دوري أبطال أفريقيا، البطولة اللي هي من 3 مباريات. واضح إن من خلال مباراتين السوبر إن كارترون بيقدر يحسم أو عنده يعني نسبة توفيق كويسة مع طبعا تخطيط وتركيز انه يقدر يحسم البطولة اللي من مباراة. فأنا عندي مباراتين، مباراة ذهاب ومباراة إياب، والإياب هيكون على ملعبي. تركيزي الأكبر هيبقى على دوري أبطال أفريقيا، إن أنا إزاي أحصل على هذه البطولة، وخصوصا إن هي بالنسبة للزمالك وجماهيره بقى هتبقى أكبر تعويض عن بطولة الدوري. والزمالك وقتها مش هيفكر في الدوري أصلا. يعني لكن الدوري برضو مهم، لو جينا بصينا من الجانب الآخر الدوري مهم. أنا برضو يعني
ما ينفعش اخش على دوري ابطال افريقيا وانا بتهزم في الدوري او بتعادل او بادي اداء مش كويس نفسيا حتى مع اللعيبه. اكيد مش كويس يعني مش هيدفعهم لقدام. يبقى اذا هو هيلعب على المحورين، ان انا لازم العب كويس في الدوري واكسب عشان ارفع معنويات لعيبتي واحفزهم اكتر عشان المهمه بقى الاصعب اللي هي الاساسيه. طيب